شروب العز والخير والله العظيم، وبشروب الوفا اللي تعز الجميع عليها المعتمد، بأمر حاكمنا ذرانا عمى عين الخصيم وسورها شبان أهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، التحية متجددة بحضراتكم، فأهلا بالجميع. أشواطنا مستمرة وتحدياتنا قائمة على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن ضمن هذا الانطلاق الكبير لهذا المهرجان السنوي، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. انطلق وأعلن قبل لحظات قلة أيها الإخوة الكرام الشوط الرئيسي الأول الخاص بالهجرة السودانية المشاركة في هذا المهرجان الكبير، في هذا العطاء الذي أيضا يأتي لهذه الرياضة العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. ينطلق على بركة الله وتوفيقه هذا الشوط الرئيسي الأول برحلة 8 كيلومترات، والجائزة سيارة لاند كروزر بيكاب مقدمة لصاحب المركز الأول. نتمنى التوفيق لجميع الأسماء المشاركة في هذا الشوط. نبدأ بالبداية الأولى، نذهب إلى مقدمة الشوط، نبدأ بعد المراكز حيث أن الصدارة هنا. نشاهد هذه المجموعة الجميلة المنطلقة والمتشكلة على مركز صدارة الشوط، لكن البداية الأولى بدأت كفا هنا مع المقدمة تعلن تواجدها حمد بن علي بن محمد الشراب. ينطلق بالبداية، ينطلق بصدارة الشوط معلن أنه أول الأسماء التي بدأت في الظهور بانطلاقة هذا الشوط وتحدياته الجميلة. تلتها على المركز الثاني وصول في هذه اللحظات من فزعة، خذت المركز الثاني، تعود ملكية فزعة. مشاهدين الكرام، الفايز بن مشعل بن حسن الزيد الشريف ينطلق في هذه اللحظات بالمركز الثاني، بينما على ثالث المراكز الوصول في هذه اللحظات والتقدم من ربدة، خذت المركز الثاني في هذه اللحظة، تعود ملكية ربدة لمحمد بن سعيد بن حمد آل بريص المري. ربدة مشاهدينا الكرام من خذت المركز الثالث وهي صاحبة الشوط في مهرجان المؤسس. هذه هي في هذه اللحظات تتواجد بهذا المسار الجميل بطريقة مهرجان الأمير الوالد. هي العلامة الخطر على ناموس هذا الشوط، محمد بن سعيد بن حمد البريص المري يقدمها بهذا الأداء الجميل. تالتها على المركز الرابع الوصول في هذه اللحظة من الصمود، خذت المركز الرابع في هذه اللحظة والصمود أيضا صاحبة نقطة في مهرجان المؤسس. شكرا يا كمبيوتر الشحانية. هذه هي الصمود مع المركز الرابع في هذه اللحظات، فهد بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر يقود لنا الصمود مع المركز الرابع في هذه اللحظات ويدفع بها في هذا الشوط الرئيسي الأول، بينما المركز الخامس وصول من حظوظ محمد بن راشد بن هادي بن علي بن قرح يصل في هذه اللحظات ويقدم لنا حظوظ مع المركز الخامس في هذه اللحظات. نتمنى للجميع الحظوظ وأيضا الجميلة والموفقة في مسار هذا الشوط. ما خلف دائرة النداء أسماء مشاركة بهدف الفوز والانتصار، التوفيق ما نتمنى لجميع الأسماء، لكن وين البداية؟ مقدمة الشوط فزعة التي غيرت في هذه اللحظات، فزعة بدأت في هذه اللحظة تنتزع بساط المركز الأول وتتقدم في هذه الأثناء، تعود ملكية فزع الفايز بن مشعل بن حسن الزيد الشريف. ينطلق بالبداية الأولى مقدما لنا فزعة بانطلاقة هذا الشوط الرئيسي، بينما هناك مع المركز الثاني ربدة، مع المركز الثاني ربدة مشاهدين الكرام تترصد في هذا الشوط أيضا بانطلاقتها الجميلة. ربدة في هذه اللحظة موقعها مع المركز الثاني، عايدة ملكية محمد بن سعيد بن حمد
البريص المري يقدمها في هذا الشوط الرئيسي الأول، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات كفا مع المركز الثالث محمد بن علي بن محمد. الشراب يقدم كفا مع المركز الثالث، بينما على رابع الأسماء المركز الرابع الصمود من خذت المركز الرابع، فهد بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر مقدم الصمود مع رابع المراكز والمركز الخامس. يا سلام يا غزوة أحمد بن خليفة بن عبد الله العطية بدأ يغزو. مشاهدين الكرام، مركز الصدارة بدأ يغزو الخمس المراكز المتقدمة في مسار هذا الشوط. هذه مشاهدين الكرام غزوة من خذت المركز الخامس في هذه اللحظة. ما شاء الله، شوط يا يحمل الإثارة، شوط يحمل المنافسة الكبيرة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن. هكذا مشاهدين الكرام نعيش مع حضراتكم هذه الفرحة التراثية، هذا الملتقى الخليجي الكبير على أرضية ميدان الشحانية. مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه انتصفت المسافة 4 كيلومترات، انتهت من عمر هذا الشوط، ما تبقى هي 4 كيلومترات النهائية. هنا مشاهدين الكرام نتابع مسار الشوط وتحديات البداية. أشاهد في هذه اللحظة ثنائية بدأت تتشكل على الخط الأمامي من مركز الصدارة بهذا الرصد الجميل لقناة الريان الفضائية المتابعة أيضا لأحداث هذا المهرجان. لكن وين المقدمة؟ نشاهد الأداء الجميل والتحديات من فزعة، ونشاهد أيضا ربدة هي الأخرى أيضا طامعة في هذا المسار. من المنتصر في هذا الشوط؟ ما نسأل عن نجده هناك مع الأمتار الأخيرة. بينما نتابع في هذه اللحظات ربدة من عمق الميدان بدأت تتقدم في هذه اللحظة، تعود ملكيتها محمد بن سعيد بن حمد البريص المري يقدم البداية الأولى بتحديات ربدة. بينما على المركز الثاني بدأت تهجم كفة في هذه اللحظات مع ثاني المراكز حمد بن علي بن محمد الشراب. بينما على المركز الثالث أتابع فزعة مع ثالث المراكز الفايز بن مشعل بن حسن آل زيد الشريف يقدمها بانطلاقة المركز الثالث. أما رابع الأسماء المركز الرابع مشاهدين الكرام الصمود مع رابع المراكز، من يقدم الصمود؟ فهد بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر يقدم الخاطر الصمود مع المركز الرابع في هذه اللحظات. أما خامس المراكز هناك العطية يقدم غزوة. مشاهدين الكرام أحمد بن خليفة بن عبد الله العطية يأتي بهذا الانطلاق وبتحديات غزوة مع المركز الخامس. نشاهد متابعين الكرام مسار الشوط، بدأت الهجن أيضا في الزيادة من سرعتها نحو الخط النهاية، نحو الأمتار النهائية، والأسماء بدأت في القدوم، بدأت الأسماء أيضا في الظهور نحو دائرة النداء. لكن وين البداية؟ يا سلام يا فزعة، فزعة مشاهدين الكرام بمقدمة الشوط، فزعة مع الصدارة الأولى حتى هذه اللحظات تتقدم بهذا الأداء الجميل. فايز بن مشعل بن حسن زيد الشريف يأتي بالبداية الأولى بتحديات فزعة مع مقدمة هذا الشوط. بينما هناك من ميمنة الميدان أتابع كفا مع المركز الثاني، من يقدم حمد بن علي بن محمد الشراب. أما هنالك ربدة فهي مع المركز الثالث، وربدة خطيرة على مسار الشوط، صاحبة هذا الشوط في مهرجان المؤسس. هل ستعيد الإنجاز أم يكون رأي آخر للأخوة المشاركين في هذا الشوط؟ إذن مشاهدين الكرام ربدة مع المركز الثاني في هذه اللحظة بدأت تسحب بساط المركز الثاني من تحت أقدامي وانطلاقة كفا. المركز الثاني هناك ربدة تعود ملكية محمد بن سعيد بن حمد البريص المري هناك مع المركز الرابع. أشاهد التقدم في هذه اللحظات، الوصول من الصمود، والصمود في هذه اللحظة بدأت تزيد من سرعتها للحاق بمركز الصدارة. بدأت تتقدم الصمود مشاهدين الكرام، الفهد بن أحمد الخاطر ينطلق بالصمود مع المركز الرابع، ولكن العطية يقدم لنا غزوة. غزوة في هذه اللحظات بدأت تصل في هذه اللحظة أحمد بن خليفة بن عبد الله العطية مع المركز الخامس، ولكن الله
أوه يا سلام، شوف الأسماء القادمة، شوف الشعارات التي بدأت هنا بالظهور إلى مركز الصدارة. من المنتصر؟ من الرابح في هذا الشوط؟ 1500 متر، كيلو ونصف الكيلو، ما يفصلنا عن خط النهاية، لكن البداية الأولى. الله يا فزعة، فزعة مشاهدين الكرام مع مقدمة هذا الشوط، على هذا الانطلاق الجميل، على هذا الأداء المتميز في هذا الشوط الرئيسي الأول. بدأت فزعة مشاهدين الكرام بالاستعراض في هذا المسار، في هذا المسار الكبير، في هذا المسار التاريخي، في هذا الشوط الرئيسي الأول للهجن السودانية المنطلقة في هذا صباح. يا سلام يا فزعة مع مقدمة الشوط، فايز بن مشعل بن حسن آل زيد الشريف، هل يفعلها في هذا الشوط؟ لكن ربدة، يا سلام يا ربدة، بدأت ربدة أيضا تطمع في النقطة أيضا الغالية في هذا المسار الجميل مع الكيلومتر الأخير. ربدة مع المركز الثاني لمحمد بن سعيد بن حمد البريص المري، بينما تصل في هذه اللحظة. سلام وصلت، تبغى السلام، تبغى الناموس، أول ظهور لسلام، تصل في هذه اللحظة تحمل الرقم واحد. هل ستصل في مقدمة الشوط؟ حمد بن علي بن محمد الشراب يقدم سلام المركز الرابع، تحركت فيه الصمود، ومع المركز الخامس تتحرك في غزوة. ولكن أشاهد أيضا اسم بدأ ينضم في هذه اللحظات، وصلت رسالة خطيرة، ولكن وين البداية؟ يا سلام الله، بدأت السرعة، الإقلاع الأخير إلى خط النهاية مع الحزام الأخضر. يا سلام يا رسالة، رسالة، رسالة من غيرت في هذه اللحظات، فيصل بن مشعل بن حسن زيد الشريف. يا سلام يا رسالة، رسالة تنادي الناموس، رسالة تنادي هذا الشوط الرئيسي الأول بشعار زيد الشريف، تتقدم على الجميع، تأتي بالاندفاع الكبير. وصلت حظوظ، لكن رسالة، حظوظ ورسالة، من الرابح في الشوط؟ هذا الشوط الرئيسي الأول، لكن رسالة، رسالة، الفيصل بن مشعل بن حسن زيد الشريف يقدم رسالة مع البداية، مع ناموس الشوط، وحظوظ قادمة، حظوظ، رسالة، حظوظ، حظوظ، رسالة، رسالة، حظوظ، حظوظ، يا سلام، يا سلام، يا سلام، حظوظ، حظوظ، غيرت مع الأمتار النهائية. تهانينا والناموس يا راعي حظوظ، ولك الحظ الذهبي في مسار الشوط مع الرمق الأخير. شاهد حظوظ من اختطفت هذا الشوط الرئيسي الأول لتكون هي العلامة الفارقة. تهانينا والناموس، واسعد الله صباحك يا محمد بن راشد بن هادي بن علي القرح الذي خطف ناموس هذا الشوط مع الأمتار النهائية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني، رسالة وصلت ثانيا مشاهدين الكرام، الفيصل بن مشعل بن حسن زيد الشريف. بينما المركز الثالث، المركز الثالث وصلت في غزوة ملك أحمد بن خليفة بن عبد الله العطية. بينما المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدين الكرام، وصلت مع المركز الرابع ربدة لمحمد بن سعيد بن حمد البريص المري. والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت الصمود المملوك الفهد بن أحمد بن محمد الخاطر. ما شاء الله، تابعنا هذا الشوط وتابعنا مشاهدين الكرام حظوظ، ولكن نتابع من مخرجينا علي ابو شارب ومحمد بن خزينه مسار الشوط، ونتابع مشاهدينا الكرام، نشاهد بعد لحظات الفوت والفنش الذي سيظهر عبر قناه الريان، لنشاهد متابعينا الكرام. هذا هو الفوت والفنش كما تشاهدون ايها الاخوه الكرام، لكن حظوظ صاحبه الحظ الذهبي في هذا الشوط، من حققت ناموس هذا الشوط، لتهدي السلامات لمحمد بن راشد بن هادي بن علي القرح التي خطفت هذا الناموس الغالي، لتهدي هذا الناموس مشاهدينا الكرام في هذا الشوط الرئيسي الأول. توقيتها زمن 12 دقيقة 57 ثانية وتسعة من الأجزاء من الثواني. تهانينا لمحمد بن راشد بن هادي بن علي القرح على فوز حظوظ بالمركز الأول. بينما المركز الثاني، من وصلت فيه رسالة بتوقيت أيضا مقداره 12 دقيقة 57 ثانية سبع أجزاء من الثواني. بينما المركز الثالث، من وصلت مشاهدين الكرام غزوة في توقيت مقداره 13 دقيقة من دون ثواني جزئين من الثانية. تهانينا لأحمد بن خليفة بن عبد الله العطية. هكذا مشاهدين الكرام تابعنا مع حضراتكم الشوط الرئيسي الأول للهجن السودانية.